بصفة عامة كنبغيو نكتبو الكود جافا سكريبت ديالنا, كيكون عندنا ديما واحد الاختيار, واش غادي نعزلو حنايا واحد الكود اللي هو خفيف سبيد ديالو مزيان يعني كنهضرو على البيرفورمانس, ولا غادي نعزلو واحد الكود اللي هو ريدبل يعني سهل اللي تقرا. هنا غادي نديرو واحد التيست ديال غادي نكريو واحد الاري, كل اندكس غادي يكون فيه اري, غنكتبو هاد الكود بواحد المجموعة ديال الطرق وغادي نتيستو في الاخر اشنا هي الطريقة اللي كتعطينا سبيد حسن واشنا هي الطريقة اللي كتبان ريدبل كتر. مشو لك الاولى اللي هي array from, نكريو واحد الاري, من بعد غادي نخدمو الكونستراكتور array او بالمعتد اللي هي from, وغادي نعطيوها في الارجمنت الاول لانت ديال هاد الاري يعني شحال فيه في الحجم ديالو, دونك غنديرو لانت كعشرة ديال الزليمو, ومن بعد بالنسبة للارجمنت الثاني غنعطيو واحد الفونكشن اللي غادي تزيد لنا في كل ايتريشن في هذاك الاندكس واحد الاري, غادي ندير هنا واحد الكونسول لوك الاي ار ار وتعطينا كو هنايا تزاد واحد الاري, دونك عندنا 10 ديال الزليمو وفي كل اليمو عندنا واحد الاري. نمشيو للكات الثانيه اللي غادي نديرو بها نفس الحل ولكن عن طريق اري اند فيل, دونك غادي نكري اري 2 وغادي نخدم اري كونستراكتور وغادي نحدد ليه بانه بغينا نزيدو 10 ديال الزليمو وصمه الاري, دونك اري فيه 10 ديال الاندكسز وغنشوفو بانه امتي, دونك عندنا واحد الاري اللي هو خاوي اللانش ديالو 10 ولكن خاوي امتي تايمز 10 كتعني 10 ديال الزليمو ولكن خاوين. اشنو غادي نديرو هنا؟ غادي نفيليو يعني غادي نعمروه, غادي نعمروه باش ماشي بتاكس, الا درت كمثال هنا فيل دي غتشوف بانه عمر هاد الاري بواحد مجموعه ديال الزليمو ولكن دي انا ما بغيتش نعمرو بدي, بغيت نعمرو بافريز. وغادي نوصلو للحل الثاني كو عمرنا واحد الاري ب 10 ديال الزليمو اللي هما ارايز عن طريق اري وفيل. دونك ندوزو دابا للثالثه اللي هي الفور لوب, غنينيسياليزيو بعدا واحد الاري اللي سميتو اري تري, ومن بعد غادي نعطيو كقيمه واحد الاري اللي هو خاوي. من بعد الفور لوب شحال مقدر بغينا نيتيريو 10, دونك غادي نيسياليزيو هذاك الاي ل 0 ومن بعد اي صغر من 10 واي غادي تزيد بواحد, دونك شحال مقدر بغينا نزيدو بخطوه واحده, دونك نديرو اي بلس ايكوال 1, ندير واحد الكونسول لوك اي هنايا, من بعد كنشوفو بانه زاد ب 10 ديال الخطوات. اشنو غادي يطرا او نيفو ديال هاد اللوجيك لداخل؟ عندنا في كل ايتريشن بغينا نزيدو واحد الاري اللي كتعني بانه غادي نخدمو اري تري وغادي نديرو بوش, ما غاديش نبوشيو فيها شي كاركتر كمثال, ما غاديش نجيو نديرو هنايا دي حتى درت دي كمثال, ندير كونسول لوغ ندير اري تري غادي يعطيني واحد دي 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 دي, ولكن انا ما بغيتش نزيد دي, بغينا نزيدو واحد الاري في كل اندكس اللي كتعني بانه غادي نزيد واحد الاري هنايا. دونك وصلنا للنتيجه عن طريق الفور لوب, دونك غنكريو واحد الاري اللي هو خاوي غنسميو كونست اري فور خاوي, ومن بعد غنزيدو اللوجيك ديال الوايل لوب ديالنا, ولكن قبل من هادشي غنزيدو واحد الانكريمندر غنينيسياليزيوه بزيرو, ومن بعد غادي يبقى غادي كيتانكريمونطا حتى غادي يوصل للتسعود اللي كتعني بانه 10 ديال الخطوات. دونك غنديرو هنايا الوايل اللي غادي تكون فيها كونديشن ديال كل انكريمندر, دونك غنديرو هنايا اي صغر من 10 اللي كتعني بانه غادي ايتيري 10 ديال المرات كونسول لوغ اي, ولكن قبل ما غادي نسوفغارد غنزيد هذاك الانكريمنتر لان بغينا يزيد بخطوه, دونك غندير اي بلس ايكوال 1 اون سوفغارد, عندي 10 ديال الاندكسز من 0 حتى 9 ونيفو ديال كل اندكس بغينا نزيد واحد الاري تقريبا نفس اللوجيك بالنسبه للفور لوب, نحدد الاري 4 الى درت كمثال دي فحال الحاله قبيله غادي يعطيني واحد المجموعه ديال الزليمون اللي هما دي دي في كل اندكس, عندي واحد الكونسول لوغ اري 4 اون سوف غاردي نحيد هاد الكونسول لوغ ديال الاي, ومن بعد عطاني واحد الاري اللي فيه دي 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 ولكن انا بغيت اري هنايا, دونك غندير واحد الاري اون سوف غاردي عطاني واحد الاري فيه 10 ديال الزليمون وفي كل اندكس فيه واحد الاري خاوي. نمشيو دابا لك الخامسه اللي هي ديال الدوايل لوب, غادي نكوبي هاد الكود لان تقريبا ستركتشر ديال الدوايل قريبه للوايل, ومن بعد هاد الاري 4 غادي نشونجيها باري 5, هاد الاندكس في بلاص اي غادي ندير جي, هاد الانكريمنت اللي غادي يزيد بواحد ثاني جي, او بالنسبه للكونديشن ديال الوايل لوب غادي نديروها هي الاخر, دونك ستركتشر تشونجات اري 5 اندكس جي وهاد الاري 5 هو اللي غادي نزيدو فيه واحد الاري اللي هو خاوي, وغادي يزيد بخطوه والكونديشن ديال الانكريمنت هي الاخر, دونك غندير واحد الكونسول لوغ الاري 5 اون سوف غاردي وعطانا هنايا واحد الاري اللي فيه 10 ديال الاندكسز وفي كل اندكس فيه اري. نمشيو دابا للكاسات ديال الفور اوف لوب, غادي نكريو واحد الاري جديد اللي هو اري 6 اللي هو خاوي, ومن بعد غنزيدو الفور كيورد, اول حاجه غادي نضيف لنا واحد البلايس هولدر اللي ما غنستعملوش, واحد الفاريبل اللي ما غاديش نحتاجوها وسط من هاد الفور لوب, ومن بعد اشنو بغينا؟ بغينا 10 ديال الزليمون, 10 ديال الزليمون اللي هما خاوين. من بعد الى درت كمثال هنايا كونسول لوغ لهاد الفاريبل اللي قلت لكم ما غاديش نخدم بها 10 انديفايند, غادي نحيد بعد هاد الكونسول لوغ ما غاديش نحتاجها, دونك انا هاد الاندرسكور غير واحد النيمين كونفنشن اللي كتحدد بان هاد الفاريبل ما غاديش نستعملها وسط من هاد ستركتشر ديال هاد الفور لوب. دونك شنو غادي يطرا؟ غادي يطرا نفس اللوجيك بالنسبه للفور لوب ولا حتى الوايل لوب ولا الدو وايل لوب اري 6, ومن بعد غادي هنا بوش وغادي نبوش واحد الاري وغادي نسوف غارد, نجيو ندير واحد الكونسول لوغ لهاد الاري 6 اري 6 سيف, من بعد عطاني واحد الاري
في 10 ديال لي زاليمون وفي كل اليمون في Array.from. وفي اخر مرحله عندنا اللي هي السابعه غادي نخدمو بسبريد اوبريتور. دونك غنكري واحد الاري اللي هو السابع حل واحد البراكيت باش كنديفيني هنا بانني غادي نزيد واحد الاري غير هو غادي نخدم بهاد 3 بوين ديال سبريد اوبريتور وغادي نحدد بانه بغيت نزيد 10 ديال لي زاليمون وسط من هاد الاري. ومن بعد ماب غادي نيتيرو وسط من كل اليمون اللي هما ب 10 وغادي نخدم بواحد الفانكشن باش تزيد اونيفو ديال كل ايتيراسيون واحد الاري اللي غادي توصلنا بانه الا درنا واحد الكونسول لوك اري 7 غنحيد هاد الاري 6 عطاتني هنايا واحد الاري اللي فيه 10 ديال لي زاليمون وفي كل اليمون فيه واحد الاري اللي هو خاوي. غادي نشوف النتيجه ديال الاريز كاملين ونشوف واش كاين شي اختلاف ما بيناتهم. نبداو بالاول اللي هو اري 1 ما فيهش هنا نما. دونك الثاني الثالث الرابع ناخذ الخامس السادس والسابع. دونك عندنا 7 ديال لي زاليمون هنايا غادي تكون فيهم 10 ديال لي زاليمون في كل واحد. دونك هنايا عندنا 10 ديال الاندكسز في الاول وفي كل اندكس في واحد الاري. هذا الثاني حتى هو فيه 10 ديال لي زاليمون وفي كل اندكس في اري 10 ديال لي زاليمون في كل اندكس في اري 10 ديال لي زاليمون في كل اندكس في اري. السادس فيه 10 ديال لي زاليمون في كل اندكس عندنا واحد الاري. والاخر 10 ديال لي زاليمون وفي كل اندكس عندنا واحد الاري. نطرح هنا بانه وصلنا لنفس النتيجه عن طريق واحد المجموعه ديال الطرق. خدمنا هنا بسبريد اوبريتور اري او ماب. من بعد هنا خدمنا بالفور اوف لوب دوال لوب الوايل لوب فور لوب. هنا خدمنا اري اند فيل. وبالنسبه لاول حاله خدمنا بالاري فرام. دابا السؤال المطرح شنو هو؟ اين هي اللي مزيانه فيهم؟ دونك كيف ما قلنا حنا في الاول مزيانه عندها علاقه بالبرفورمانس يعني السبيد ولا الخفه. والثانيه مزيانه عندها علاقه بالريديبيليتي وسهلة تقرا. قبل ما ندوزو للبرفورمانس غادي نشوفو الاولى اللي هي ريديبيليتي وسهلة تقرا. الا غنهضروا على اللي ساهله تقرا غادي نقولوا هاد الثانيه. الثانيه كتبان لنا من الكود بانه عندنا واحد الاري فيه 10 ديال الزليمون وعمرناه باري. هاد الاولى حتى هي بواحد النسبه اللي هي اقل من الثانيه. كيبان بان كاين واحد الاري فيه 10 ديال الزليمون ومن بعد في كل اليمون ولا في كل اندكس في واحد الاري اللي هو خاوي. بالنسبه للفور لوب والوايل لوب والدوايل لوب والفور لوب صراحه تقراهم صعيبه شويه لانه ما كيبانش لك في ستركتشر بانه اوكي راه كاين 10 ديال الزليمون ومن بعد فيهم في كل اليمون واحد الاري. اما كنقولش ما كتبانش كاع ولكن هنايا الكود كيبان لك قريب لونغاج ديالنا يعني قريب اللغه اللي كنستعملوا حنايا اكثر. وكاين هنا اري وكاين 10 وكاين فيل يعني واحد الكلمات اللي هي كتوصل واحد الحاجه بطريقه اللي هي سهل. الا هبطنا هنايا لتحت كاع خدمنا بسبريد اوبريتور. سبريد اوبريتور نقدروا نصنفوها هي الثالثه. خدمنا بهاد البراكيت وحددنا بان عندنا واحد الاري فيها 10 ديال الزليمون ومن بعد فيليناه بواحد الاري اللي هو خاوي. ريدابيليتي فيها غادي نكلاسيوها هي الثالثه. حددنا ريدابيليتي وان هي من هاد الخاصيات اللي سهله تقرا اكثر من وجهه النظر ديالي. دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نعبروا البيرفورمانس. غادي نخدموا بهذا الموقع اللي هو MeasureThat.net. هاد الاداه غادي دير واحد البنش ماركين للبيرفورمانس اللي كتعني انه انا عطيتها الكود ديال كل خاصيه لحيده. والاداه غادي تلونسي واحد المجموعه ديال الاوبريشنز في واحد الوقت محدد ولا نقدروا نسميهم تاس. وغادي تعطينا شحال من اوبريشن دارت في الثانيه ونسبه الخطا ديال هاد الاوبريشنز. يعني فاش تسمع بنش ماركين بيرفورمانس ديال الكود كتعني انه غادي نعبروا الخفه ديال واحد الكود بارابور كود واحد اخر كيوصلوا لنفس النتيجه. نعرضوا دابا لتحت باش نشوفوا النتيجه. عندنا على اليسار لي تيست كاملين من الاري فروم غادي نتل سبريد اوبريتور هادشي انا اللي زدتو كتيست. من بعد عندي هنايا النتيجه ديال كل تيست على حيده. الا خدينا كمثال هذا ديال الاري فروم عندنا هنايا 501909 اوبيراسيون في الثانيه. دونك اوبس سلاش سيك اوبيريشنز بير سيكند يعني عندنا واحد 501909 اوبيراسيون في الثانيه. وهنا الاحتمال ديال الغلط اللي هو 0.53%. هنا اكزيكوتات واحد 64 سامبل اللي غادي نقدروا نقولوا بانها 64 مرات اكزيكوتات هاد الفانكشن. هذا غير تبسيط مي غير هو في الحاله الثانيه عندنا هنا اري اند فيل عندنا 1,899,000 اوبيريشن بير سيكند واحتمال ديال الغلط 1.33%. اللي كتعني بانه اري اند فيل ولا هاد الحاله اللي زدنا فيها الاري بهذه الطريقه احسن من الاري فروم. حنا كنهضروا على بيرفورمانس يعني في سبيد. الا مشينا للفور لوب غادي نشوفوا بانه غادي يطرا واحد الاختلاف اللي هو كبير 11,281,262 اوبيراسيون في السكوند اللي كتعني بانه الفور لوب هي احسنهم لحد الان لان البيرفورمانس ديالها مزيانه لانها اكزيكوتات واحد 11,281,000 اوبيراسيون في السكوند. الا هبطنا للوايل لوب غادي نلقاو واحد التقارب ثاني 11,851,000
دو وايل لوب عندنا 11 مليون و 128 الف اوبيراسيون في الثانيه، وهنا اللي بشينا الفور اوف لوب حتى هي عندها غير 1.3 مليون و 606 الف اوبيريشن في الثانيه، اللي كتعني بانه بارابور دو وايل والوايل لوب والفور لوب هاد الثلاثه احسن منا. وفي الاخر عندنا هادي ديال سبريد اوبريتور اري وماب، عندنا فيها 2 مليون و 181 الف تقريبا في حالها في حال فور اوف لوب، اللي كتعني بانه الفور لوب الوايل لوب والدو وايل لوب هما احسنهم في البيرفورمانس. كاين واحد الاختلاف اللي هو بسيط ما بيناتهم، وبالنسبه للاري فروم هي اخيبهم في البيرفورمانس، وهاد الاري اند فيل وسبريد اوبريتور كيتشابه. وكيف ما قلنا الاري فروم راه مزيانه في ريديبيليتي، مي ملي كنجيو نشوفوا البيرفورمانس كنلقاوها بانها ما مزياناش في البيرفورمانس. اي كاينين اللي احسن منها اللي هما الفور لوب الوايل لوب والدو وايل لوب. غادي نهبطوا هنا لتحت، عندنا واحد الجراف، هاد الجراف اللي كيحدد هادشي كامل. دونك عندنا هنا الاري فروم الاري اند فيل فور لوب وايل لوب والدو وايل لوب، وكنشوفوا بانهم متقاربين. ومن بعد عندنا الفور لوب والاري اند ماب، وكنشوفوا بانهم متقاربين. يعني احسنهم في البيرفورمانس هما هاد الثلاثه، فور لوب وايل لوب ودو وايل لوب. كاين واحد الطريقه واحده اخرى اللي نقدروا نبنشماركيو بها، اللي هي كونسول تايم اونيفو ديال ديف تولز، وكونسول تايم اند اونيفو ديال دوكيومنتيشن. تيقول لك بان خصك تكتبها من قبل من لوبيراسيون ومن ورا لوبيراسيون، ما فيهاش نسبه الدقه اللي هي كبيره، ماشي هي نقدروا نستخدموها كاداه. نمشي للكود عندنا، نحيد الكونسول لوك، ومن بعد غادي نمشي لكل اوبيراسيون، كاينه كونسول تايم والثانيه كاينه كونسول تايم اند، ونصوف غارد كيعطيني هنايا هاد لوبيراسيون شحال خدات هنايا ديال الوقت. غادي ناخذ نفس الحاله وغادي نزيد هاد كونسول تايم فيهم كاملين. دونك عندنا هنا كونسول تايم، تايم بالنسبه للوايل لوب، بالنسبه للدو وايل لوب، فور لوب، وحتى لهاد الاخرى اللي هي خدمنا سبريد اوبريتور. دونك نصوف غاردي، من بعد خاصني نزيد الاند، عطاني هنايا واحد الورنينغ، نزيد الاند ديال الفور لوب ديال الوايل لوب، نفس الحاله بالنسبه ديال الدو وايل لوب الفور لوب والاخرى اللي فيها سبريد اوبريتور ونصوف غاردي. راه نكبر هادشي باش يبان لي احسن. كنشوفوا بانه عندي هنايا 0.2، هنا كاين واحد الرقم اللي هو مختلف، ولا غادي نلاحظوا بان الارقام هنايا ديال الفور وديال الوايل وديال الدو وايل كاين 0.0 0.0 0.0 عند 6، ولكن من بعد عندنا هادي فيها 0.2، يعني راه خدات الوقت بزاف، هادي خدات قل. مي راه كنشوفوا كاين واحد الاختلاف بين بان هاد الاولى اللي هي ديال الفروم كتاخذ بزاف ديال الوقت 0.2، مي الاخرين خداو قل، ولكن ما عرفتش ديال الفور لوب، هادي ديال الوايل وهادي ديال الدو وايل، وهادو الاخرين لان هادي هي السادسه والسابعه. تقريبا البنش ماركين قريب، ولكن ما كايناش الدقه بزاف، ولكن تقدر تحدد لنا صوره عامه بان راه هاد الاولى خدات بزاف ديال الوقت، وبان هاد الثلاثه راهم احسنهم بالنسبه لهادي ديال الفور الوايل وديال الدو وايل. دونك بنش ماركين بواحد الطريقه اللي هي مختلفه، خدمنا بها التايم و تايم اند باش تحدد لنا شحال ديال الوقت خدات واحد لوبيراسيون باش اكزيكيوتا بالميلي سيكوند. اوكي، وصلنا دابا للمرحله الاخر، واش جاوبنا على السؤال ولا لا؟ اشنا هو الكود اللي غادي نقدروا نخدموا به في هذه الحاله؟ الا خدينا كمثال، هنا عندنا ريديبيليتي او بيرفورمانس. ملي كنقولوا ريديبيليتي يعني شي حاجه سهله تقرا، وشي حاجه بيرفورمانس يعني خفه. لقينا بان الاري فروم سهله تقرا ولكن ثقيله، ولقينا بان الفور لوب خفيفه ولكن صعيبه تقرا. يعني الاختيار ما كيكونش ديما عام، الاختيار عنده علاقه بالحاله اللي انت كتعالج فيها، يعني ما كاينش لك حل ولا البيض كاين الكري. لان كمثال هنايا غادي يكون الاختيار ديالي شخصيا الاري فروم، لان فيديبلتي ديالها طالع، لانه في هذا الكود بالضبط خاصني نفهم مزيان شنو كيطرا اونيفو ديال هذا الاري وكيفاش كيتزادوا فيه لي زليم. من غادي نقولوا بان الفور لوب غادي تزيدني واحد المجموعه ديال لين، والمشكل ماشي غير في لي لين ديال الكود ولكن كثر في اللوجيك، يعني من غادي نحل انا داك الكود ما فيهش واحد السهوله ديال القرايه، ماشي قريب اللونغاج ديالنا اللي كنستعملوا. باغ كونتر من كنجيو الاري فروم كنلقاوها قريب اللغه الانجليزيه كيفاش كنفكروا بها وكنهضروا بها. دونك غادي نخدم بالاري فروم ولا اي وحده اللي هي ريدبل، راه قلنا array from ولا حتى هاد array fill. هنا خدينا غير مثال array from، يعني شخصيا غنخدم array from ان readability ديالها طالعه واخا البيرفورمانس ديالها هابطه، ولكن راه يقدر يتغير هادشي الا كنت في واحد الحاله الميلي سيكوند فيها مهمه بزاف، يعني ما غاديش نخدم array from وغنعالج هذاك المشكل بالفور لوب. الاختيار كيكون contextual كيف ما كنقولوا، الجري ماشي بيض ولا كحل، الفور لوب راها خفيفه ولكن ماشي readable. كاين واحد الحاله واحده اخرى، من كنقولوا واحد الكود اللي هو ريدبل كتعني بانه مينتينبل، يعني غادي تمانتونا بسهوله. من كنقول مينتينبل يعني من غادي تحل الكود ديالك انت ولا شي واحد اخر من بعد غادي يفهم الكود ديالك شنو كيعني. وقد ما طلعات هذا فيديبلتي في الكود، الكود بيز ديالك غادي تكون سهله تقرا، وقد ما تقرات بسهوله قد ما غتخدم عليها انت بسهوله، وقد ما غادي يخدموا عليها ناس اخرين بسهوله.
يعني readability هي واحد الحاجة مهمة في الكود وخاصنا نركزوا عليها. والناس اللي كتطور من واحد اللغة برمجية كيركزوا على readability بزاف باش هذيك اللغة البرمجية تسهل وتقرب اللونجاج اللي كنستعملوا حنا، لأن بصفة عامة كتكون عندك واحد اللوجيك نتايا في راسك وكتبغي ترجمها للكود، وهذيك اللوجيك من كتبغي ترجمها للكود خاصة readability ديال الكود ديالك تكون طالعة. أنا ما كنقولش تستغنى على البرفورمانس، ولكن راه الا طحتي في احسن سيناريو اللي هو readability طالعه والبرفورمانس طالعه خذ داك الاختيار. حنا ما طحناش في هذا السيناريو، لقينا بان away from readable ولكن ماشي performant، دونك غادي نوبتي readability. باغ كونتر الا كنتي في واحد الحاله اللي البرفورمانس فيها مهمه بزاف، ولا واحد المشكل اللي هذيك الميلي سكند فيه مهمه وخاصو يتعالج بواحد الطريقه، اختار الكود اللي غادي يحل داك المشكل اللي هو البرفورمانس. يعني الاختيار كيف ما قلنا ماشي كحل ولا بيض، اختيار غري كيتعلق بالمشكل، والمشكل اللي طحنا فيه حنايا readability فيه مهم، ولكن الاختيار العام اللي نقدر ننصحك به من وجهة النظر ديالي الخاصة وركز على readability ديال الكود، لانه قد ما كان الكود ديالك readable قد ما غيكون maintainable، تقدر تخدم عليه انت، تقدر يخدموا عليه ناس اخرين ويفهموه كاملين، وداك الكود بيز غادي يتطور بواحد الطريقه اللي هي سلسه. كملتي الفيديو وصلتي لهذه المرحله، عندي لك واحد السؤال، واش كتختار readability ولا performance ولا على حساب؟ وتقدر تعطيني واحد الخلاصة عامة وقصيرة على اشنو فهمتي من الدرس؟